نحن قلنا إذن الغسل غسل الرأس، إذن أقل ما يسمى غسلا في الرأس هو بالنسبة للميت هو إمرار الماء، ولكن يستحب في غسل رأس الميت ثلاثة أمور، عند غسل رأسه ثلاثة أمور. الأمر الأول يستحب أن يجعل فيه رغوة السدر، السدر له ثفل وله رغوة، الرغوة تجعل في الرأس، لأن السدر ومثله يقال في الإشنان كان الأوائل يستخدمونه صابون مطهر منظف، فيجعل رغوة السدر في الرأس من باب التنظيف. ولذلك جاء في حديث أوس بن أبي أوس الحدثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، قالوا غسل أي رأسه بسدر أو بخطمي أو بإشنان ونحو ذلك، فالوقت المعاصر أو الوقت الحديث نقول غسل رأسه بإيش معي صاحي؟ بشامبو. إذن هي سنة، فالمقصود من السدر رغوة السدر هذه التي تكون فوقه، مقصود منها تنظيف رأس الميت. وعلى ذلك لو أردنا بالتغسيل أتينا بدل السدر بصابون، هل يجزئ؟ نقول نعم يجزئ، لأن المقصود إنما هو التنظيف، ولكن لو استمر على السدر فهو حسن موافقة لما كان في العهد الأول. لكن لو أراد المرء أن يبدل بدل السدر صابون أو شامبو نقول ما في إشكال، ما في ما يمنع، لأن المقصود التنظيف، وهذه العلة نص عليها أهل العلم، فلذلك قالوا يجوز بخطبي بدله أو بإشنان ونحو ذلك. طيب المسألة الثانية معنا في غسل رأس الميت، هل يجب غسل البشرة؟ هل يجب أن نفرك الفروة أم لا يجب؟ نقول ما يجب، إنما يجب غسل ظاهر الشعر فقط، فيغسل ظاهر الشعر، يسكب الماء على ظاهر الشعر. وأما فروة الرأس فكما أنها سنة في غسل الجنابة فهي أيضا ليست واجبة في غسل الميت، فيكفي غسل ظاهر الشعر ومن حدر فيغسل بالماء أو بالسدر. الأمر الثاني أو الثالث أن رأس الميت لا يسرح، ما يمشط، لأن المقصود إنما هو التغسيل وليس المقصود التسريح، ولأنه ربما إذا سرح قد سقط بعض الشعر فيبقى على حاله، يزال الوسخ بالسدر وما في حكمه ولكن لا يمشط. إذن ما الذي يفعل فيه؟ يستحب أن يظفر شعر المرأة فيجعل على هيئة ثلاث ضفائر، ضفيرتان من خلفها وضفيرة لناصيته شعرها، يجعل ثلاث ضفائر لكنه لا يسرح لا يمشط بمشط ونحوه.